بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للمحاضرة السابقة عن نظم التبريد البسيطة، لقاءنا اليوم هناخد مثال توضيحي. هذا المثال يوضح كيف ممكن نستخدم خرائط وسائط التبريد لحل بعض من المسائل لإيجاد أداء نظم التبريد والقدرة أي نظام تبريد. هناخد مثال تطبيقي على هذا الأمر. في عندنا مثال بيقول في دورة تبريد بسيطة لثلاجة منزلية تستخدم R134A كوسيط تبريد. درجة حرارة المبخر ناقص 20 ودرجة حرارة وسيط التبريد عند دخول المكثف 40. وسيط التبريد يدخل الضغط بخار مشبع عند X تساوي 1. إذا كان معدل استخدام وسيط التبريد معطينا إن هو 1 كيلو جرام لكل ثانية. احسب الآتي: بده الشغل الضاغط وبده الحرارة المفقودة من المكثف، وأيضا اللي هو الـ RE الأداء التبريدي، ومعامل أداء الدورة ككل اللي هو COB، تمام؟ ومن ثم مطلوب منا إيجاد اللي هو حجم الإزاحة للضاغط. إذا علمت أن الكفاءة الحجمية له تساوي 80%. هذا مثال تطبيقي هيزيد فهمنا ويعمق الفهم وكيف ممكن نستخدم وسائط التبريد. على سبيل المثال R134A هنستخدم الخريطة في حل هذا المثال. احنا عندنا طبعا اللي بلزمنا معلومة اللي هو درجة حرارة المبخر ناقص 20، وبلزمنا اللي هو حرارة اللي هو المكثف المطلوبة للتبريد 40C. تعال نطبق هذا. عند 40 هي درجة حرارة 40 زي ما انتم شايفين، بنمد احنا الخط بشكل مستقيم قدر الامكان عشان نحافظ على دقة البيانات والارقام. تمام، وعندنا الخط الثاني ناقص 20، هي ناقص 20 زي ما انتم شايفين. أقرب نقطة لخطوط الإنتروبي، طبعا أنتوا عارفين هذه الخطوط بزاوية، هذه خطوط الإنتروبي، تمام؟ وإحنا عارفين زي ما أخذنا في المحاضرة السابقة إنه الخط الصمام الحراري بيكون خط عمودي لأنه متساوي اللي هو إيه؟ دلتا إتش اللي هي الإنتالبية في الخط هذا متساوي أو ثابتة. تمام، بنمد خط عمل المضخة أو الماتور أو الضغط، بنمده حتى يتلاقى تقريبا مع خط عمل اللي هو المكثف زي ما انتم شايفين، بنمد تقريبا حتى يتلاقى. تمام، المطلوب مني الحين أن أوجد كل المتغيرات دلتا اتش لكل نقطة من هذه النقاط، وبنعلم ونقول حسب المثال هنا 1 2 3 نقطة أخيرة 4. تمام، احنا بنزلنا نوجد لكل نقطة اللي هو الانتالبي. نقول لنقطة 1 لون تاني للتوضيح، تقريبا 390 انتالبيا كيلو جول
كل كيلو جرام. أيضا النقطة هنا 2 بنجيبها أيضا تقريبا بحدود 400 و35. أيضا 3 تساوي 4 التربيع تصل تقريبا لعند 200 250. تمام. إذا التربيع هان نقول 250 عشان تكون واضحة، وعندنا هان بنقول تقريبا 390 هان تقريبا 435 435. تمام. أصبحت القيم التالية عندي موجودة، وممكن نعوض في القوانين ونوجد اللي هو قيمة المطلوب أو القيم المطلوبة في السؤال. أول حاجة عندي بدنا نوجد الشغل دلتا اتش، اتش 2 ناقص اتش 1، تمام، اللي هو 435 ناقص 390. نقول انه تساوي، كبر الخط شويه، نقول ايه 435 ناقص 390. نحاول ايه نطلع الإجابة. تمام، 4 45 كيلو جول لكل كيلو جرام. تمام. بنجيب اللي هو أيضا الطاقة الحرارية الفاقدة من المفقودة من المكثف، المطلوب الثاني اللي هو اتش 3 ناقص اتش 2 أو اتش 4 ناقص اتش 2، ما هي احنا عارفين أن الانتالبية عند الصمام الحراري ثابتة. نقول 435 ناقص اللي هو ايه 250. 435 نقول ايه 435 ناقص 250 وبنطلع الناتج. تمام، فاهمين؟ يعني من النقطة 2 ناقص نقطة 3 التالبية في 2 435 ناقص اللي هو 250، واحنا قلنا ان هذا الخط العمل تبع الصمام الفالف الحراري. تمام، حسب ما أخذنا في المحاضرة، ونقول 4 تساوي 3 وهي رقم ثابت 250. تمام، وبنجي ونطلع النتيجة، نقول مية وخمسة وثمانين كيلو جول
بما إن الشغل عندنا أصبح موجود ومعامل أداء موجود، ممكن نوجد اللي هو إيه الكفاءة بتاعة النظام أو قدرة النظام ككل تساوي على هذه اللي هي إيه 158 تقسيم اللي هو الشغل، تقسيم الشغل اللي هو 45، ونطلع إيه؟ ونطلع النتيجة تقسيم اللي هو 45، وعطين 3.5 الكفاءة أو القدرة 3.5 للنظام. النظام ككل 3.5 في النظام إيه ككل. تمام، إحنا المطلوب الأول في السؤال تم تحقيقه، كان في عندنا دورة تبريد تشتغل على اللي هو وسيط تبريد R134A كوسيط تبريد. درجة حرارة المبخر ناقص 20، ودرجة حرارة وسيط التبريد عند دخول المكثف هو 40. تمام، كوسيط تبريد يدخل الضغط بخار مشبع عند اكس تساوي 1، كان معدل سريان التبريد 1 كيلو. طبعا احنا هتقول لي طب احنا ما ضربناش في كتله، لان الكتله 1، لكن لو كانت كتله 2 او 3 هتضطر تضرب هذه القيمه في الكتله، لكن عشان مطلوب الكفاءه فبالتالي الكتله فوق ممكن تقسيمها على كتله في الاسفل، بالتالي هي من غير اي تغيير. لكن عند ايجاد الشغل ضروري جدا ان تضرب في 1 عشان توجد القيمة الصحيحة لشغل الضغط، وكذلك للمكثف عند إيجاد القيمة قيمة القدرة بتاعة المكثف يجب أن توجد الدلتا اتش تضرب في الكتلة. تمام، إذا من خلال هذا الأمر إحنا أوجدنا اللي هو قيمة السي أو بي. هذا الجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني من السؤال، كم يكون حجم الإزاحة للضغط إذا علمت أن الكفاءة الحجمية له تساوي 80؟ بده حجم الضغط، واحنا خدنا في المحاضرة السابقة بافتراض ان الكفاءة الحجمية تساوي 80. تمام، بلزمنا نوجد الحجم النوعي لوسيط التبريد عند النقطة اللي هو ايه خروج الغاز من المبخر عشان نعوض في القانون لإيجاد الإزاحة. عندنا الكتلة 1 وبلزمنا الحجم النوعي والكفاءة الحجمية احنا فرضناها او اعطيناها في السؤال اللي هو 80، وبنعوض حتى نوجد قيمة الإزاحة حجم الإزاحة لوسيط التبريد. نرجع للخريطة وبدنا نوجد اللي هو قيمة اللي هو الحجم النوعي لوسيط التبريد عند مخرج اللي هو او مدخل المضخة او عند نقطة خروج وسيط التبريد او غاز وسيط التبريد من المبخر. تمام، هذه الارقام الموجوده هان توضح ارقام اللي هو الحجم النوعي. تمام، وهي الخطوط خضراء اللون، وبالتالي احنا بلزمنا نحدد عند نقطه واحد انه قيمه الحجم النوعي، وهي اقرب شيء لها اللي هو هذا الخط، وهو تقريبا 0.12 تقريبا، هي محصورة ما بين 0.15 وبين 0.11. هذا حجم النوعي. تمام، حجم النوعي لوسيط التبريد عند مدخل الضغط، زي ما انت شايف انا بحكي هيو هاد، شايف المنطقة هذه، هذا الخط هيو شايفينه، هذا الخط هيو، وهي في المنتصف تماما ما بين 15 وما بين 10، يعني تقريبا نقدر نقول 12 او 13، 0.12 او 13. وبالتالي بنقول في الحالة هذه بده يساوي اللي هو عندنا 1 كيلو مضروبة في اللي هو الحجم النوعي. حجم النوعي هو احنا قلنا قديش تقريبا 13 او 0.13
14 يرجع تاني للتأكد. صحيح أيام بين 10 وبين 15 يكون 13 على اللي هو إيه؟ على الكفاءة. رحنا قلنا الكفاءة اللي هو 0.8 تمام، ويساوي بتطلعها بالآلة الحاسبة وبنقول تقريبا هي 0.16 هو ايه متر مكعب، متر مكعب لكل وحدة زمنية ثانية، متر مكعب لكل زمن وحدة زمنية. تقريبا سؤال بسيط سهل، قوانين تعويض مباشر. أهم شيء في هذا الأمر هو أنك أنت توجد قيم الإنتالبية الصحيحة وترسم صح، أنك أنت تستطيع أن تحدد هذه الخطوط الأربعة، تحدد هي أربع عمليات لنظم التبريد البسيط، تمام؟ هي مكونات النظام التبريد البسيط، الأربع عمليات، وهي تشمل اللي هو المكثف، ويعمل على تبريد وسيط التبريد وتحويله إلى صورته الأولى، طبعا بدخل غاز ويتم تبريده، أما بالطريقة الجبرية من خلال مروحة أو مراوح أو عدة مراوح، أو من خلال اللي هو التبريد الطبيعي مثل اللي هو الثلاجة، الشبك الموجود خلف الثلاجة، ومن ثم يتم التحكم في الضغط بسيط التبريد السائل من خلال صمام. هذا الصمام يعمل على شرط أنه الإنتالبية فيه ثابتة، كونستانت الإنتالبية ما بين 3 و 4، 3 تساوي 4، وبالتالي احنا حددناها 250. وعند الرسم يجب أن يكون الخط عمودي على الخط الآخر، خط المبخر عمودي عليه، تمام؟ خط المبخر وخط المكثف يعمل عندما يكون الضغط متساوي أو الضغط ثابت، B تساوي كونستانت، هذا خط عمل المكثف، وخط عمل المبخر يكون عند B تساوي الثابت. تحدث عمليات الانتقال الحراري فقط عندما يكون الضغط ثابت، وهذه العملية تحدث في المكثف عندما يتم تبريد وسيط التبريد بحيث أن يفقد حرارة إلى الوسط الخارجي من خلال التبريد الطبيعي أو من خلال التبريد الجبري. أما في المبخر يحدث التبادل الحراري ما بين وسيط التبريد وما بين اللي هو المواد الغذائية أو المنتج المراد تبريده، تمام؟ وبالتالي التبادل الحراري يحدث من خلال أنه الطاقة الحرارية الباردة الموجودة وسيط التبريد تنتقل مباشرة إلى الفريزر أو المبخر الحيز الداخلي، وتنتقل الحرارة من الحيز إلى وسيط التبريد، لذلك يتم تحويل السائل وسيط التبريد تدريجيا إلى بخار أو غاز، وكل ما انتقلنا في هذا الاتجاه نجد أنه يتم تحويل نسبة أو تزداد نسبة البخار كلما اتجهنا من 4 إلى 1 وصولا إلى 100% بخار، أو حتى نتعدى خط الإشباع الغازي أو البخاري وصولا إلى منطقة تسمى منطقة التحميص أو ترتفع فيها درجة الحرارة وصولا إلى تحميص هذا الغاز أو البخار، فيندفع من خلال الكمبريسر إلى المكثف لإعادة تبريده وإرجاعه إلى حالته الأولى السائلة. جزء مهم في المعلومة الآن أنه إحنا لما بنرسم خط عمل الكمبريسر بنرسمه على خطوط ثبوت الانتروبي، زي ما انتم شايفين هذه الخطوط S 205 200 195، هذه الخطوط
ثوابت للانتروبي. فخط عمل الطاغط يكون مطابق على هذا الخط او موازي له او موازي عند الرسم. احنا بنرسم نشوف في خط ينطبق على هذا الخط حتى يتم ايصال الغاز من المبخر الى المكثف من خلال الضغط الذي يعمل على خطوط عمل الانتروبي اس تساوي كونستانت. اذا عندنا عده ثوابت: عمليات التبادل الحراري تحدث عند ثبوت الضغط، عمليات التمدد الحراري تحدث عند ثبوت الانتالبيا، عمليات الضخ وسيط التبريد من المبخر الى المكثف تحدث عند ثبوت الانتروبي. هذه الثوابت اللي احنا بنشتغل عليها في نظم التبريد وفي حل المسائل زي ما احنا شفنا، تمام. وبالتالي حددنا احنا النقاط هذه اللي هي دلتا اتش بالنسبه لعمل الضغط. دلتا اتش هي الفرق ما بين 435 وبين 390، هذا الفرق دلتا اتش احنا اوجدناه فضربناه في الكتله 1 كيلو فأوجدنا قيمة اللي هو شغل الضغط، تمام. القدرة تبعت المبخر على التبريد اللي هي كيو ده تساوي الام في دلتا اتش. دلتا اتش هي الفرق ما بين 390 وما بين اللي هو ايه 250، يعني 390 ناقص 250 ضرب الكتلة اللي هي 1 كيلو لكل وحدة زمن ثانية، تمام. نفس الطريقة حتى نوجد القدرة المكثف على التبريد أو على طرد الحرارة من المبخر بدنا نوجد دلتا اتش هي الفرق ما بين 435 ناقص 250. هذه دلتا اتش نضربها في الكتلة اللي هي 1 كيلوغرام لكل ثانية، وبالتالي احنا أوجدنا قدرة هذا المكثف على العمل، تمام. خلال هذه القوانين احنا أوجدنا الار اي اللي هو أداء نظام التبريد وهو الفرق ما بين 390 ناقص 250 ولا تضرب في الكتلة، ما نضربهاش في الكتلة لأن هي فقط دلتا اتش، تمام. فيما بعد عشان نوجد الـ COB كفاءة هذا النظام بنقسم اللي هو الـ RE أو الـ Q الـ E بتاعت المبخر احنا وجدناها على الشغل. ليش على الشغل؟ كل ما كان الشغل اللي تم صرفه على هذا النظام أقل ما يكون، كل ما كانت الـ COB الكفاءة أكبر ما يكون. وهذه قاعدة مهمة في اللي هو إيجاد هل هذا النظام يصلح أو لا، من خلال أنه إحنا الشغل كل ما كان أقل وكل ما كان الكفاءة النظام في التبريد أكبر ما يكون، كل ما كانت الـ COB كفاءة أداء هذا النظام أكبر ما يكون. وبالتالي احنا اي تمرين بيجينا من الراعي على اي خريطة بدنا نشتغل، بنشتغل على R134A ولا R11 ولا R22 بنحدد الخريطة الصحيحة بناء على طبيعة السؤال. من ثم يجب ان يكون في الداتا في المعطيات معلومتين مهمات: خط عمل المكثف يكون يا اما درجة الحرارة يا اما الضغط، تمام، وخط عمل المبخر بكون ايضا يا درجة حرارة يا اما الضغط. ومن خلال المعلومتين هذوما بتم رسم الخط عمل المكثف ورسم خط عمل الايه المبخر، ويتم استكمال الدورة كاملة من خلال قاعدة انه 3 تساوي 4 في الانتالبيا، يعني في عملية الخنق، تمام. احنا بنخنق الغاز من خلال الصمام الحراري هذا حتى يتناسب الضغط المكثف ضغط الغاز الخارج المكثف مع ضغط المبخر، لأن ضغط المبخر أقل من الضغط المكثف، تمام. شايف على هذا الحد يتم وضع اللي هو الصمام في هذا الاتجاه عليه. فيما بعد نرسم يتم إيصال خط عمل المضخة أو الضغط ويكون على خطوط مطابقة على خط مطابق للاس تساوي كونستانت، خط مطابق للانتروبي زي ما هذه خطوط الانتروبي، تمام. او ان لم نجد فيكون خط موازي له حتى يتلاقى مع خط عمل المكثف. على هذا الاساس يتم استكمال هذه الدوره بشكل كامل رباعيه ما بين المكثف والضاغط والمبخر
والصمام الحراري، ومن ثم بنحدد الأرقام الباروميتر. طبعا ممكن في الأسئلة الأخرى يطلب منك تحديد كل الباروميتر، كل المتغيرات، الضغط زي ما انتم شايفين، يطلب منك تحديد اللي هو الحجم النوعي أيضا، وتحديد اللي هو الأس الأنتروبي لكل نقطة من هذه النقاط، وأيضا تحديد اللي هو قيمة اللي هو معامل الجفاف. حكينا عن معامل الجفاف ويتتراوح من 0 حتى 1، من 0 بخار حتى 1 يعني 100% بخار. هذه القيم هتحدد قيم اللي هي قيمة معامل الجفاف عند خط الإشباع السائل، يعني قيمة X تساوي 0. إيش يعني قيمة X تساوي 0؟ هذا يعني إنه نسبة البخار 0، لكن لو اتجهنا في هذا الاتجاه تزداد تدريجيا. لو طلب منا نسبة قيمة إكس عند هذا الخط، فهذا يعني إنه نتجه للأسفل، فنلاحظ إن في أرقام 0 4 و 0 5، يعني 0 4 5 يعني 45% على هذا الخط عبارة عن قيم عن نسبة بخار، 45% نسبة بخار عند 4 و3. تمام، لو اتجهنا في هذا الاتجاه فإنه هذا الخط يسمى خط الإشباع البخاري، عنده هيكون خط بخار 100%. إذا خرجنا خارج هذا الخط نكون في منطقة التحميص. منطقة التحميص أنه إحنا رفعنا درجة حرارة البخار وصولا إلى التحميص. تمام، يعني درجة حرارة أعلى من درجة حرارة الغليان. فيما بعد إحنا طلب منا أن نوجد الحجم الإزاحة. حتى نوجد حجم الإزاحة بيلزمنا الحجم النوعي عند هذه النقطة. ليش هذه النقطة؟ بيلزم حجم النوعي للغاز الخارج من المبخر من الفريزر. تمام، حتى نوجد الحجم النوعي في عندنا أرقام موجودة هان وخطوط مائلة زي ما أنتم شايفين، هذه الخطوط المنحنية. نشوف أقرب خط إلها، ومن خلاله بيتم تحديد تقريبا قيمة الحجم النوعي لرقم 1 زي ما احنا شفنا. فأقرب شيء إلها ما بين 0.15 وبين 0.10 تقريبا 13 أو 12.5، تقريبا 0.12 متر مكعب لكل كيلوغرام. هذه هي بتكون إيه الحجم النوعي، بيتم اللي هو تعويض في القانون. ما دام احنا عندنا متر مكعب لكل كيلوغرام بيتم ضربه في الكتلة المعطى في السؤال 1، بضل عندنا إيه المعدل السريان الحجمي. بصير عندنا حجم، هذا المعدل السريان الحجمي بنقسمه على الكفاءة بعطينا اللي هو الإزاحة اللي هو طالبها في السؤال. وبالتالي العملية سهلة وبسيطة، فقط تعتمد على قدرتك على الرسم الصحيح وتحديد البيانات والأرقام الصحيحة التي من خلالها ممكن أن تعوض وتوجد اللي هو الكفاءة والسي او بي اللي هو أداء النظام، ونحدده ونعمل مقارنة. حتى لو تم تغيير هذه البيانات إلى بيانات أخرى ممكن أن نعمل اللي هو إيه مقارنة ما بين النظام والنظام آخر. هذا كله يعتبر أنظمة تصميمية نظرية، من خلالها بيتم فيما بعد تركيب النظام الميكانيكي، ويختلف عن هذا النظام كما وضحنا في المحاضرة السابقة، أنه في اختلاف ما بين اللي هو المخطط الحقيقي والمخطط التصميمي، يعتمد على عدة عوامل، منها الضغوط داخل المكثف والضغط في المبخر والضغط في الضاغط. بيختلف كذلك درجة حرارة المبخر ودرجة حرارة المكثف. كل هذه عوامل تعتمد عليها في تغير المخطط الحقيقي عن المخطط التصميمي. تمام، بالتالي احنا ننهي محاضرتنا اليوم او هذا اللقاء التطبيقي. الى لقاء اخر.